نعمل هلأ طاجن جديد، طاجن البروكلي باللحم. المكونات: جبنة موتزاريلا، بروكلي، روست لحم العجل، خبز، زيت، خردل أو مسترد، جوزة الطيب، ملح، فلفل أسود، حليب، بيض، بصل وزبدة. هلأ منبدأ وصفتنا ببشر جبنة الموتزاريلا بمبشرة كبيرة. بدنا نقطع الخبز. أولاً منشيل الأطراف. بعدين منقطع الخبز مكعبات صغيرة. منفرم البصل فرم ناعمة. منقطع البروكلي، منشيل كل السيقان ومناخد فقط الزهرات الخضراء. منقطع روست لحم العجل لمكعبات صغيرة. ممكن نستخدم أي نوع تاني من اللحوم الباردة أو حتى لحمة طازجة أو قطع دجاج مسحب، بس لازم نقليها لحتى تستوي قبل ما نضيفها. مندق الملح والفلفل بالهاون لحتى ينعموا. جيد، نكسر بيضة في زبدية، منصب فوقها الحليب مع رشة من الملح والفلفل وكمان رشة من جوزة الطيب، ومنضيف المسترد ومنخفق بالشوكة. منضيف جبنة الموتزاريلا ومنحرك المكونات. منصب شوية زيت في القلاية ومنقلب فيه البصل، وبس يدبل البصل مننزل عليه البروكلي ومنقلب. نترك شوية على النار وبعدين منرفعه. مندهن قالب حراري أو صينية صغيرة بالزبدة من كل الجوانب. نضع في القالب نص كمية الخبز، ومنوزع البروكلي والبصل فوق قطع الخبز، ومنوزع فوقهم كمان روست لحم العجل. منصب خليط الجبنة والبيض ومنخلي شوية من الخليط في الزبدية. منحط الباقي من قطع الخبز في الزبدية فوق خليط البيض والجبنة ونحركهم مع بعض. منوزع قطع الخبز في القالب فوق المكونات السابقة. وعلى الفرن للخبز والتحمير. منظر بشهي فعلاً. فينا نجهز الطاجن بالليل والصبح بس نصحى منخبزه، أو منخبزه قبل الفجر برمضان للسحور. وبالهنا والشفاء. يلا نعمل طبق لذيذ بالمعكرونة، فريتاتا المعكرونة بالجبنة. المكونات: حليب، جبنة موتزاريلا، جبنة بارميزان، معكرونة مسلوقة، بصل، ملح، أوريغانو، فلفل أسود، زبدة وبيض. يلا نبدأ. رح نبشر الأجبان أول شي،
نبشر جبنة البارميزان بمبشرة ناعمة. وبعدين منبشر الموتزاريلا بمبشرة كبيرة. انتبهوا عند شراء الأجبان، لازم تكون نوعيتها منيحة، لأنه ممكن تخرب الوصفة أو يتغير طعمها إذا كانت نوعية الجبنة سيئة. منقطع البصل مكعبات صغيرة. مندق الملح والفلفل الأسود والأوريغانو بالهاون لحتى ينعموا وتختلط النكهات. بهذا الشكل بنكسر البيض في وعاء عميق، ومنصب فوق الحليب، ومنخفق بالشوكة. منحط الزبدة في القلاية، وبس تدوب شوي مننزل عليها البصل ومنقلبه. وبس يدبل البصل منضيف المعكرونة ومنقلب. منضيف جبنة البارميزان ومنقلبهم. منرش رشة من الملح والبهارات ومنخلط. منصب فوق المعكرونة خليط البيض والحليب، ومنرش جبنة الموتزاريلا على السطح. ومنغطي القلاية لحتى يستوي البيض وتدوب الجبنة. منقلب نص القرص بس، ومنتأكد إنه تحمر من الجهتين. منقدم الفريتاتا ومنزينها بالبراعم، وممكن نقدم معاها أي نوع سلطة أو خضار مقطعة طازة أو مسلوقة أو مشوية، اللي بيناسبكم. أميد صحة وهنا. الشطائر وجبة خفيفة ولذيذة، يلا نعمل شطائر السالمون المشوية. المكونات: فلفل حلو، جبنة بارميزان، سالمون مملح، خبز، خردل أو مسترد، مايونيز، ملح، مردقوش، فلفل أسود وكرفس. يلا نبلش. رح نبدأ ببشر جبنة البارميزان بمبشرة ناعمة. وهلأ منقطع السالمون، منقطعه شرايح رفيعة كتير. السالمون من الأسماك الغنية جداً بالأوميجا 3، بس مش كل الأسماك فيها نفس النسبة من الأوميجا 3. هلأ منقطع الكرفس بطريقة
بحيث يطلع شكله شكل القطع تقريباً بيضاوي. منقطع الفلفل الحلو شرايح صغيرة ورفيعة. هلأ قطعنا الأحمر. والأصفر بنفس الطريقة، شرايح طويلة ورفيعة. منحط المايونيز في زبدية وفوق الخردل ومنخلطهم. مندق الملح والفلفل والمردقوش بالهاون لينعموا منيح. تمام، منحط قطع الخبز على ورق زبدة في صينية الخبز ومنرش عليهم رشة من الملح والفلفل والمردقوش، ومندهن قطع الخبز بخليط المايونيز والماسترد بهذا الشكل. ومندخلهم على الفرن. منطلع قطع الخبز من الفرن ونوزع عليهم شرائح السالمون. وفوق شرائح السالمون منحط قطع الكرفس. ومنوزع فوقهم شرايح الفلفل الحلو. منرش جبنة الموزاريلا فوق واحدة من القطع ومنقلب القطعتين فوق بعض ومندخلهم على الفرن. بعد ما طلعوا من الفرن منثبت الساندويتش بعيدان خشبية أو أي شيء مناسب من أدوات المطبخ، ومنقطع الساندويتش نصين. ممكن نستخدم خبز التورتيلا ونحشيها بالمكونات ونحمصها، بزبط كمان، بس منظر الساندويتش هيك أظن إنه أحلى. شو رأيكم؟ زيناها بالبراعم وانتهينا. وألف صحة وهنا. طبقنا اللي رح نعمله هلأ هو فريتاتا كاربونارا. المكونات: مايونيز، جبنة بارميزان، ورقيات بيض، معكرونة مسلوقة، زيت، ملح، فلفل، جبن مطبوخ، لحم العجل المقدد، وبصل. بنبدأ وصفتنا بتقطيع البصل لمكعبات صغيرة. نبشر جبنة البارميزان بشرة ناعمة. انتهينا. هلأ منكسر البيضة ومنفصل الصفار عن البياض. مندق الملح والفلفل بالهاون لحتى ينعموا منيح زي ما منعمل دائماً.
تمام. هلأ منفرم أي نوع من الورقيات المتوفرة عنا، بقدونس، كزبرة أو ريحان، يعني المتوفر عنا. نبشر الجبن المطبوخ بمبشرة ناعمة. منصب شوية زيت في القلاية ومنقلي البصل. وبس يدبل البصل مننزل عليه شرايح لحم العجل المقدد ومنقلبها لحتى تتحمر من الجهتين. منضيف المايونيز والجبن المطبوخ ومنحرك. ومنضيف كمان البقدونس أو أي نوع من الورقيات. ومننزل المعكرونة المسلوقة. ومنحرك لتختلط كل المكونات مع المعكرونة. منحط المعكرونة في وعاء حراري. ومنسوي السطح. منحط فوقها صفار البيضة ومنرش السطح بجبنة البارميزان. ومنخبزها. لما تطلع من الفرن منزينها بالبراعم. طبق لذيذ وشهي، بس بحتاج صحن سلطة جنبه. ممكن سلطة شمندر، سلطة ملفوف، أو أي نوع سلطة بتحبوه. وبالهنا والشفاء. رح نعمل طبق فريتاتا جديد، فريتاتا البطاطا. المكونات: بيض، فلفل حلو، جبنة موزاريلا، جبنة بارميزان، بطاطا، بصل، ثوم، كريمة حامضية، زبدة، زيت زيتون، ملح، فلفل أسود وزعتر ناشف. يلا نبدأ وصفتنا. رح نبشر جبنة الموزاريلا بمبشرة كبيرة. هلأ نبشر جبنة البارميزان بمبشرة ناعمة. مندق الملح والفلفل والزعتر الناشف مع الثوم بالهاون لحتى ينهرسوا سوا. تمام. نكسر البيض في زبدية. ومنضيف الكريمة الحامضية ومنحرك ومنضيف عليها ريسة ثوم مع البهارات ومنحركهم سوا.
منضيف جبنة البارميزان ومنخلطهم سوا. نبشر فوقهم البطاطا بمبشرة ناعمة. ومنحرك كل المكونات سوا. هلأ منقطع الفلفل الحلو مكعبات صغيرة. ومنفرم البصل فرم ناعمة. منصب شوية زيت زيتون في القلاية ومنضيف عليه قطعة زبدة. وبس تدوب الزبدة منصب خليط البيض في القلاية ومنوزع قطع الفلفل الحلو وكمان منوزع البصل على السطح. ومنغطي القلاية ليجمد السطح. هلأ منشيل الغطاء ومنرش جبنة الموتزاريلا ومنثني القرص من النص. ومنرفعه عن النار. منطلع الفريتاتا من القلاية ومنقطعها على شكل مثلثات. منزين الطبق ومنضع القطع ومنقدمها مع الشبت. وفينا نقدم معها خضار مقطعة أو سلطة خضراء، مع إنها بتحتوي على كل العناصر الغذائية، بس يعني كنوع من التغيير. وألف صحة وهنا.